السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. كما كتشوفوا عندي هاد أنت موزايكو وذكر أورانج عادي. عندنا الفراخ تبارك الله، عندنا واحد جوج ديال الفراخ. المهم الماكلة اللي نقدمو لهم باش يوكلوا الفروخة ديالهم هو البيض والتفاح. هذه تكون احسن ماكله للفراخ ديال الكناري، احسن ماكله. هذيك اللي حنا كنقولها الباتي، ديك الماكله الصفراء ولا حمراء ولا باش كتعاونهم باش يكبروا، هذيك ماشي صحيه، ماشي صحيه 100%. حيت انا واحد النهار كان عندي ثلاثه ديال الفروخه ماتوا لي بديك الباتي. ديك الباتي جديده زعما، فيها رادات جديده، فيها كلشي زعما مزيان، واخا ماتوا ماتوا بها. وكما كتشوفوا الماكلة ديال الطيور هي هذه، البيض مسلوق والتفاح، احسن ماكلة. هذه هي اللي نقدر ننصحكم بها، شي حاجة اخرى ما نظنش تكون. هاد القفص هذا كبير، هاد القفص هذا كبير. انا يلا وليت كنت كان عندي الطيور وبعتهم كلشي، وليت لهم عاوتاني، وليت بعت كلشي، وراني يلا عاوتاني وليت. كيما كتشوفوا كانوا عندي هنا بزاف، كانوا عندي هنا بزاف الى تاخروا كما راكم تشوفوا في التصويره. ان شاء الله ندير واحد الاعاده عاوتاني تكون جميله. واللي راني باغي ندير اليوم هو نشري كاج بحال هذا وندير فيه جوج ديال الاناث وذكر واحد. نشوف هاد الطريقه ان شاء الله، ان شاء الله تكون ناجحه. وانا ديجا شفتها وبغيت نطبقها هنا باش ما يكونش الشجر مع الشجر بين الاناث. كدير واحد العش هنا، عش هنايا فعلا كاين باب اخرى، ودير هنا لداخل جوج. لاقاش الذكر يقدر يكون حتى مع ثلاثة ديال الإناث، ذكر واحد.